مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من طبق طبقنا. ان شاء الله هنكون معاكم من واحدة لاثنين. طبعا مستنية تليفوناتكم واستفساراتكم على ارقام التليفون اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. وما تنسوش ان كل الوصفات اللي احنا بنعملها وكل الحلقات موجودة على قناة ETC على اليوتيوب، تقدروا ترجعوا لها في اي وقت لو حابين تعيدوا اي وصفة او اي حلقة تانية. النهاردة هنعمل وصفة حلوة قوي، هنعمل الكبسة، بس هنعملها في الكيس الحراري بطريقة سهلة وبسيطة. ينفع نعملها ني في ني وندخلها على طول، وينفع أنا يعني انتوا عارفين دايما أنا الوصفات اللي فيها فراخ والحاجات دي بحب دايما أدي التشويحة اللي على النار، يعني مبقدرش أن أنا أدخل الدنيا ني في ني كده غير يعني غير لما أشوح الدنيا شوية على النار. تعالوا نشوف مقاديرها إيه ونشتغل فيها مع بعض. طبعا دي وجبه متكامله مش محتاجين اي حاجه جنبها، فيها فراخ وفيها رز وحاطين فيها شويه خضار برده كده اختياري، حابين تشلوهم او حابين تضيفوا عليها كمان شويه خضار تاني برده تمام. تعالوا نشوف محتاجين ايه ونشتغل مع بعض. عندي فرخه وعندي 3 كوبايات من الرز البسمتي، واشتغلوا الوصفه دي برز بسمتي عشان الرز ما يعجنش معاكم في الكيس الحراري. وعندي 2 بصل متقطع كده جوليان، وعندي طماطم متقطعه برده جوليان، وجزر متقطع مكعبات، دي جزر يا سلام او مبشور على حسب ما انتوا حابينه، حابينه مبشور اوكي، حابينه متقطع مكعبات برضو براحتكم خالص. وعندي بطاطس متقطع مكعبات، وبرضو دي اختياري على حسب ما انتوا حابين، حابين تشيلوا حاجه من الخضار ده تقدروا تعملوا كده. وعندي 2 فص من الثوم وزيت وزبده وبهار مشكل وحبهان وملح وفلفل، وعندي قرفه وكركم وقرنفل، وسواء بقى باودر سواء عايزين تشتغلوا بالحاجات دي صحيحه على حسب ما انتوا حابين. اديني عود قرفه كده يا اسلام. وعندي كاري وبابريكا و4 معالق كبار من صلصه الطماطم، وعندي 2.5 كوباية من الميه، وكيس حراري كبير للطبخ. هقول تاني المقادير. محتاجين عندي فرخه سواء بقى هحطها هقطعها نصين، هقطعها 4، هقطعها 8 على حسب ما انتوا حابين. وعندي 3 كوبايات من الرز البسمتي، وعندي كمان بصلتين متقطعين جوليان، طماطمتين 3 كده برضو متقطعين جوليان، جزر متقطع مكعبات او مبشور على حسب ما انتوا حابين، وعندي بطاطس متقطعة برضو مكعبات صغيرة، ودي اختياري لو حابين ان انتوا يعني تضيفوها، واتنين فص ثوم وزيت وزبدة وبهارات مشكلة وحبهان وملح وفلفل وقرفة وكركم وقرنفل، وعندي ورق لورا. كل الحاجات دي حابين تخلوها باودر او صحيحه براحتكم خالص، القرفه والقرنفل ورق اللورا حابين تخلوها باودر حابين تخلوها صحيحه براحتكم. وعندي شويه كاري وشويه بابريكا تمام، وعندي 2.5 كوباية من الميه وكيس حراري للطبخ، ويكون طبعا حجمه كبير عشان ياخد معايا الكميه دي كلها. تعالوا كده ايه، اول حاجه عندي مسخنه صينيه او طاسه عشان ابدا اشتغل في الفراخ، دي نقطه مهمه جدا. وهجيب كده بلانشا، انا مقطعه عندي الفراخ كده على نصين، تقدروا بقى انتوا تعملوها على 4 على 8 على حسب ما انتوا حابين، تقدروا تعملوا الموضوع ده زي ما انتوا حابين. انا قطعتها على 2 كده تمام، وهبدا برضو اعمل لها فتحات كده فيها عشان تبقى حلوه معايا واخده كده من طعم كل حاجه احنا بنحطها. اهو هعمل فتحات كده بالشكل ده اهو، على حسب بقى ما انتوا حابين زي ما قلت لكم كده، التقطيعه اللي انتوا حابينها تقدروا ان انتوا تعملوها على 4 على 2. انا خليت كده الفرخه متقسمه نصين بالشكل اللي انتوا شايفينه اهو، هعمل بس فتحات كده في الفراخ اهو بالشكل ده اهو تمام قوي كده. تعالوا بقى ايه، عندي الصينيه دي مسخناها كويس جدا، هحط فيها مكعبين من الزبده وشويه زيت اهو تمام، وهسيبهم طاسه عندي سخنه. فبصوا اول ما حطيت الزبده والزيت سخنوا على طول، بسخن الطاسه او الصينيه وببدا ان انا ايه على طول احط الماده الدهنيه، فهتسيح معايا وتبقى زي الفل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا بقى ايه اجيب الفراخ اللي عندي من ناحيه الجلد كده وادي تشويحه، وابدا بقى ايه احط عندي ورق لورا، هحط بقى المنكهات اللي انا عايزاها، ورق لورا، قرفه خشب، قرفه باودر براحتكم خالص.
عشان كده هحط شوية رنفل اهو، واحط ممكن اسيب بس عود كده للرز. بص حطيت عود قرفة، كل الحاجات دي هتبقى منكهات. ممكن احط شوية حبهان كده، انا باودر عندكم حبهان صحيح برضو تمام، كل الحاجات دي تمام. مجرد بصوا ما حطيت الحبهان ورق اللورة والقرفة والكلام ده، يعني بقى في ريحة تحفة. انا عايزة احمر الفراخ، هبدأ بقى احط شوية فلفل اسود اهو، شوية ملح، هبدأ احط شوية بهار مشكل او لو عندكم بهار كبسة برضو يمشي، شوية كركم، سنة قرفة، شوية بابريكا. من كل البهارات دي هرش كده رشة من كل حاجة، وشوية كارب. تمام، هبدأ بقى ايه اشوح الفراخ عندي مع كل البهار ده، مع حتة الزبدة اللي احنا حطيناها وشوية الزيت. تمام كده، هديها كده تشويحة من الجنبين عشان تبقى متشوحة مظبوط اهو. اقلب كده البهار في الفراخ بالشكل ده اهو. حاجه هدى صباح الفل. صباح الفل يا حبيبتي، سلام عليكم. حضرتك عامله ايه؟ ازي صحتك؟ إيه؟ انت عامله ايه يا ماما؟ تمام يا حبيبتي، تسلم ايديكي وتسلم وقتك. الله يخليك يا حبيبتي، كل اكلك جميل وبنحبك كلنا. تسلميلي. ولادي جايبين لي وزه 4 كيلو، دبريني بقى فيها بطريقه. حاضر. بقى عينيا، انا ما اكلتوش من 40 سنه الوز ده. عينيا، بصي احنا هنتعامل معاه معامله البط، هقول لك على طريقه حلوه جدا. يعني في محلول وكده. هقول لك على طريقه حلوه جدا. طب يا حبيبتي اسمعك، تسلم ايديكي ويسلم بطنك، سلة تعيشي. صباحك زي الفل حبيبتي. تعالوا بقى ايه اهو كده. لا تمام عادي اهو كده، نقرب بس البهار. انا كده بشوح الفراخ وهسيبها تتشوح مع شويه الزبده والزيت. تعالوا برضو ايه ندي تشويحه كده للرز. عندي شويه زيت هحط برضو فيهم عود قرفه كده، واحط برضو نفس الحاجات، هحط شويه ورق لورا، رنفل، حبهان، الحاجات دي كمان لو صحيحه تبقى افضل مع الرز. تمام، احنا حطينا الباودر في الفراخ، وبرده خدوا بالكم ما تزودوش عشان كل الحاجات دي هتدخل مع بعض، فتبقوا عارفين ان انتوا حاطين ايه. هقرب كده الرز عندي. بصوا انا حطيت عود القرفه، هحط كل البهار كده يتشوح في الزيت اللي موجود عندي اهو الشكل ده. بصوا انا عايزاه يتشوح كده، وهبدا انزل معاه البصل. بصوا طلع كده ريحه بتاعت البهارات بالشكل ده، وهنزل معاه البصل. ادي كده تشويحه للبصل، وبعد كده انزل بالثوم. مواني صباح الفل، هنزل بالثوم. ازيك يا مهاني؟ ازيك يا حبيبتي، كل حاجه عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه الحلاوه دي بس؟ الله يخليك يا جوعينا كده. تسلمي، ما هو ده المطلوب، ان انتوا تجوعوا، ان انتوا تجوعوا وتدخلوا تنفذوا على طول. ده المطلوب يعني، ده المطلوب، نجوع وندخل ننفذ على طول. ايوه على طول في أيوة. الحال عايز اسالك سؤال. اتفضلي. دلوقتي لما بعمل الكفته بتاعت الحاتي بلاقيها ناشفه بعد ما بعملها، مع اني بحط لها ليا وكده، بس مش عارفه ليه. هقول لك. حاضر. ليه بقى طريقه عيني. حلوه كده تخليها طريقه عينيه تبقى مكتومه قصدك شويه صح؟ اه، والتكات الحلوه بتاعتي. ده احنا امبارح كنا عاملين كفته المدخنه دي، لو عملتي كفته الحاتي بالطريقه دي هتبقى تحفه، حتى من غير صلصه. انا قصدي كمقادير او حاجه او طريقه عمايل. هقول لك حاضر تعملي ايه. عينيه بس هتكه كده حلوه من تكاتك. حاضر الجميل. حاضر. نهارك زي الفل. نهارك جميل يا حبيبتي. ماشي. شكرا. نعم. يا حبيبتي. نعم. بصوا حطيت كده البطاطس، وحطيت الجزر، هشيل بس الجزر القطع كبيرة قوي ده هشيله. ممكن تحطوا الجزر مبشور زي ما قلت لكم لو حابين اهو. احط الطماطم. بصوا كل الخضار انا حطيته، عشان كده بقول لكم هي وجبه متكامله مش محتاجه اي حاجه. حط الطماطم، ممكن ننقل
على الحله الاكبر شويه، حط الصلصه هدير. صباح الفل. ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، كله بخير والله، كله زي الفل يا رب دايما. الله يخليك. انا عايزه اعرف هريسه الشطه بتتعمل ازاي. الايه؟ هريسه الشطه بتتعمل ازاي؟ هريسه الشطه. حاضر، عينيا حبيبتي. مش عايزه اعرفها يعني عشان اعملها وكده واستخدمها النهارده. حاضر، عينيا حبيبتي. حاضر. عايزه حاجه تاني؟ احنا كده عندنا هريسه الشطه وعندنا الوزه وعندنا كفته الحاتي. حاضر، عينيا. حاضر. بصوا بشوح بقى الفراخ بالشكل ده، انا عايزاها تتحمر كويس جدا من كل الجوانب، عايزاها تاخد تحميره محترمه كده اهو. تعالوا بقى ايه، هبدا اشوح كده الصلصه مع كل الخضار اللي انا حطيته مع الرز. انا حطيت شويه زيت، حطيت حبهان، قرفه، قرنفل، تمام، ورق اللورا، كل ده حطيته. وبعدين حطيت البابريكا والكركم والكاري والملح والفلفل الاسود والبهار المشكل او البهار بتاع الكبسه، اي حاجه موجوده عندي. وبعد كده حطيت البصل والثوم والبطاطس والطماطم والجزر، كل الخضار اللي عندي، وحطيت عليه معلقتين ثلاثه كده من الصلصه. هبدا احط عليه الرز بتاعي واديله تقليبه، ادي بقى تقليبه حلوه كده مع الرز. حابين تعملوا الخطوه دي ني في ني بتاعه الرز، تقدروا تعملوها على فكره ني في ني لو انتوا حابين، مش تحطهاش على النار خالص وتقلبوا كل الكلام ده في الكيس لو انتوا يعني عايزين يبقى الموضوع اسرع. بس انا بصراحه بحب التشويحه دي قبل ما ادخل اي حاجه في الفرن. الطعم الاكل بيبقى مختلف، بيبقى غير ان هو يبقى ني في ني كده، بيديني طعم حلو قوي، يبقى ليها فعلا تعمل فرق كبير عن ان احنا ندخل حاجه كده ني في ني. معنا مين؟ ريم. صباح الفل. انا محمد حضرتك جدا. عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الله يخليك. الله يخليك. هنحط بقى يا ريم، بصي كوبايتين ونص كده، مش هنحط مقدار الرز المطلوب، احنا هنحط بس ايه كوبايتين ونص كده. قولي لي يا ريم، انا معاكي. الله عليك. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي. معانا يا ريم، حاولي تكلمينا طب تاني معلش. بصوا انا مش هحط الميه المطلوبه، انا حطيت بس يا دوب كده عشان انا هحطها في الكيس الحراري، والكيس الحراري بيسوي لي الحاجه كويس جدا، فمش هحط الميه اللي المفروض احطها. بصوا انا بقى التحميره بتاعت الفراخ دي هو ده اللي انا عايزه ادي الفراخ وقتها كده في التحمير بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، هو عايزاها كده. بصوا كل ده بهارات طبعا، وعايزاها تبقى متحمره كده جامد، يعني ما تبقاش ايه مجرد تشويحه وتبقى فاتحه كده. تعالوا بقى ايه، هنجيب الصاج كده او صينيه اللي احنا هنسوي فيها وهنحط فيها الكيس. مهم قوي ان انت طبعا تجيبي صينيه، عايزه صينيه اسمها ممكن تجيب تمام. نجيب الصينيه دي كده ونبدا بقى نحط ايه الكيس بتاعنا. هتختاري كيس حجمه كبير عشان يكفي عندك كل المقدار، الرز بالخضار بالفراخ بالكلام ده كله. طب مضطرين نقلع بقى الجلافز عشان ايه؟ عشان نعرف نفتح الكيس. تعالوا بقى ايه؟ هنبدا بقى ايه؟ نثنيه كده بالشكل ده عشان ابدا احط فيه كميه شويه شويه، وبعدين ابدا ان انا اقفله تاني. احنا المفروض دلوقتي هنحط كل الكميه دي على بعض، الرز بالخضار بالميه بالفراخ بكل حاجه، تمام كده. تعالوا بقى ايه، عندي كده بالشكل ده هبدا اجيب كل الكلام بقى الحلو ده، احطه في الكيس، ما سيبش ولا اي حاجه. احط الرز بالخضار بالسوائل بكل حاجه. احنا طبعا خلي بالكم احنا يعني هحط ملح وهقلبه معلش قبل ما، لان انا ما حطيتش الكميه بتاعت الملح المفروض تتحط على الرز، نسينيها دي.
دلوقتي قبل ما اقفل الكيس قبل ما احط الفراخ هنملح ونحط اللي احنا عايزينه، او ممكن هملح السوائل دي قبل ما احطها يعني. اهو احط كده كل الكلام ده تمام، وهجيب بقى ايه املح السوائل دي. انا حاطه مثلا 3 كوبايات رز، يبقى انا عندي محتاجه 3 معالق صغيرين من الملح. اهو اقلب كده عشان دي السوائل اللي هتسوي الرز، فلازم الرز يبقى برضو الملح بتاعه مظبوط. هنبدا بقى ننزل كل الكلام ده كده اهو خلاص، ونديله تقليبه. هديله تقليبه كده جوه الكيس بالشكل ده، وعلى طول هحط بقى الفراخ بتاعتي. زي ما قلت لكم عايزين تقطعوا الفراخ تبقى مثلا على 8 ولا حاجه، تقدروا تعملوا كده، حط كله كده مع بعض بالشكل ده. كده بصوا انا حمرت الفراخ تحميره حلوه جدا، ده اللي انا عايزاه. مش عايزاها كده بيضه كده ونيه، لا انا عايزاها كده ايه متحمره تحميره حلوه كده، وتكمل بقى ايه هي سوا وتحمير مع الرز. هوزعهم بس كده اهو بالشكل ده. هبدا بقى اقفل الكيس واقفله بالشكل ده. وكل ده بقى هيستوي مع بعض في الفرن وهتبقى في منتهى الجمال. تقدروا بقى انتوا كمان تفتحوا كده كيس وتحطوه على السفرة حتى بالكيس كده، بيبقى برضو حلو جدا بالشكل ده كده. ننضف بقى شوية الرز اللي وقعوا في الصينية دول واحنا بنغرف اهو بالشكل ده كده، وهعمل فتحة بسيطة خالص من فوق كده. جيب السكينة كده فتحة يعني حاجة بسيطة خالص اهي بس كده بالشكل ده تمام كده. تعالوا بقى ندخل الفرن نسيبها بقى تستوي كده مع بعض كل الكلام ده، الفراخ تنزل بقى البهارات على الرز وياخدوا ويدوا مع بعض كده، وبعد كده نطلعها نقدمها مع بعض. بالشكل ده كده تمام. الكبسه بتاعتنا خلاص في الفرن، وكده خلصنا اول وصفه. اول وصفه كلها كده مع بعض، هي كامله بقى رز بخضار بفراخ بكل حاجه. تقدروا تعملوا الموضوع ده لو لحمه ينفع نعمله، لو لحمه ينفع، بس هتتكوا شويه اللحمه تبقى اخده يعني نص سوا يعني، واحنا بنشوح اللحمه حط لها شويه ميه على النار بس عشان ايه مش هتاخد نفس سوى الرز. لكن الفراخ بالطريقه دي في الكيس الحراري هم هياخدوا نفس الوقت وهيبقى الدنيا تمام، مفيش مشكله خالص تمام. تعالوا قبل ما نطلع فاصل نرد الاول على ضحى. ضحى ازيك؟ صباح الفل. صباح النور. عامله ايه حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، كله زي الفل، كله جميل. انا كنت عايزه اسال على طريقه عمل الرز البسمتي. حاضر، عيني هقول لك على احلى طريقه للرز البسمتي، بس انا عايزه اعمله النهارده. حاضر حاضر يا حبيبتي، هقول لك طريقه حلوه جدا للرز البسمتي. عايزه الرز الاصفر البسمتي اللي هو اللي بناكله مع المشاوي مع الكلام ده، صح؟ اه. حاضر، يعني مثلا عايزه اعمله النهارده مع فراخ مشويه. حاضر يا حبيبتي، حاضر هقول لك على احلى طريقه للرز البسمتي. عيني يا حبيبتي، صباحك زي الفل. بصي تعالي نرد مثلا على كام حاجه كده عشان لما نرجع برضو نرد على كام حاجه طول الحلقه. اول حاجه عندي الكفته بتاعت الحاتي. الكفته بتاعت الحاتي هنجيب لحمه مفرومه يبقى فيها نسبه دهن، وعندي بصلايه هفرمها معاهم طبعا انعم كويس جدا، وعندي كمان شويه بقدونس. واعملي جربي التركيه بتاعت الفحميه اللي احنا عملناه امبارح، فحمي الكفته قبل ما تسويها. بعد كده هاتي سيخ او اي العواد الخشبيه دي فرغي الكفته فيها، بتعمل فرق كبير قوي على فكره. الموضوع ده التركيه دي بتفرق قوي عن ان انت تصبعي كده،
بتخلي فيها كده هواء وبتخليها مش يعني مش مكتومه زي صباع الكفته العادي اللي احنا بنعمله. وسيخيها او اعمليها في اعواد خشبيه على حسب ما انت حابه، وبعد كده ابداي ان انت سويها سواء على طاسه، لو في الفرن خلي بالك بتنشف يعني، فخدي بالك ان هي ما تاخدش وقت في الفرن، هتطلع معاكي زي الفل وهي من غير اي تفاصيل. بحط ملح فلفل جوز الطيب وما بحطش اي حاجه ثانيه غير كده، ما بحطش بهارات كتير، نوع اللحمه لما بيبقى حلو وهي ما بتبقاش محتاجه اي حاجه ثانيه. في العيد بقى، في العيد الكبير وبتاع، بستغل الموضوع ده، بقوم عامله شويه حته لحمه ضاني كده، بقوم فرماها مع اللحمه، بتدي طعم حلو جدا لو انتوا حابين. دي كفته بتاعت الحيتي. الرز الاصفر تقدري تجيبي شويه زيت ومكعبين كده من الزبده تحطيهم على النار، هحط معاهم بصلايه صغيره، مش هحط بصل كتير، بصلايه صغيره جدا مبشوره او مفرومه، هقوم مشوحاها مع بعض مع الزيت والزبده، هحط كمان الورق اللورا، عود قرفه، هحط الليمون المجفف اللومي لو موجود عندك، مش موجود خلاص تمام مفيش مشكله، اتنين حبهان، كل ده هقلبهم مع بعض مع شويه كاري مع شويه كركم وشويه ملح وفلفل، وبعد كده هقلب كل الكلام ده مع بعض، وبعدين هنزل عليهم بالمكعب مرقه، او لو عندي مرق مثلا شوربه او حاجه بتاعت حاجه هفلفل جزء من الرز بيها، وبعد كده هحط الرز، هقلب كل الكلام ده مع بعض، هتفلفلي بقى الرز بشويه شوربه وشويه ميه، تحطي مكعب مرقه مع مقدار الملح اللي انت هتحطيه، بيدي برضه طعم حلو قوي، وهتسوي الرز عادي خالص ما فيهوش اي حاجه. ده كده الرز البسمتي اللي هو بتاع المشاوي، بيبقى حلو جدا بالطريقه دي. انقعي الرز بس ربع ساعه عشان تنزلي النشا الزياده اللي فيه بتاع الرز البسمتي، 10 دقائق مثلا قبل ما تسوي الرز بالطريقه دي، هيطلع معاكي زي الفل وحلو جدا، وجربيه ان شاء الله هيعجبك. تعالوا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا، وهنجاوب برده على شويه من الاسئله لما ترجعوا لنا ان شاء الله، استنوني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي هنعمل وصفه مكرونه مع فراخ سهله جدا وبسيطه، وجبه برضو متكامله لو حد مستعجل، بتطلع سريعه جدا، ومعظم يعني المكرونات بتبقى من الوصفات السريعه طبعا، يعني عايزين حاجه سريعه مكرونات اسرع حاجه، مفيش اسرع من كده. تعالوا نعمل فيتوتيني الفريدو، بس هنعملها بطريقه سهله ومختلفه شويه، هعمل عليها اضافات مش بتبقى محطوطه في الطبيعي، فيعني هنعمل كده شويه افتكاسات مع بعض فيها. عندي صدور فراخ، انا عندي صدرين كده فرخه بالشكل ده، مش محتاجه اكتر منهم، وعندي كمان مكرونه شرايط وتوم وطماطم شيري متقطع كده نصين، او طماطم طبعا عاديه اللي موجوده عندكم يعني، وعندي مشروم وربع كوبايه من الكريمه، وتقدروا تستغنوا عن ربع كوبايه من الكريمه لو حطيتوا معلقه دقيق كده خفيفه واستبدلتوا الكريمه بلبن، وعندي بصل جوليان وفلفل الوان جوليان وشيدر وليمون. هقول تاني المقادير، عندي صدور فراخ محتاجه صدرين من الفراخ، وعندي كمان توم مفروم ومكرونه شرايط، عايزه زبده اسلام، وعندي كمان طماطم شيري ومشروم وربع كوبايه كريمه، قلنا ممكن نستبدلهم ازاي بلبن، هنحط معلقه دي مثلا واحنا بنشوح اي حاجه المشروم الكلام ده كله، ونقوم حاطين عليها مقدار اللبن هيديني يعني كبديل للكريمه، وبصل جوليان وفلفل الوان جوليان وشيدر وليمون. تعالوا بقى ايه نشتغل فيها مع بعض، انا قلت لكم احنا هنعملها بطريقه شويه مختلفه عن اللي احنا متعودين عليها او عن الطريقه الاصليه، فهتبقى حلوة جدا وبسيطة خالص. عندي شوية زبدة كده، مكعبين ثلاثة من الزبدة، هبدأ احطهم كده في طاسة او جريل على حسب اللي متوفر عندك، على حسب اللي موجود عندك اشتغلي بيه. اهو انا عندي الجريلة دي، انا ممكن اكمل كمان بيها الوصفة كلها واقدمها فيها مفيش مشكلة خالص. اهو تعالوا كده ايه، هحط شوية زبدة، وهبدأ ان انا اجيب الصدرين بتوع الفراخ عندي واقوم مشوحاهم بالشكل ده، حطهم كده تمام، هبدا كده ايه اشوحهم، هحط عليهم رشه فلفل اسود ورشه ملح، مش هحط حاجات كتير، هو الملح والفلفل الاسود مع الزبده لحد ما تتشوح، ده كده الفراخ تمام. عايزه اشوحها من ناحيتين، احنا زي ما قلت لكم حاطين مثلا فلفل الوان، لو ما عندكوش فلفل الوان اشتغلوا فلفل اخضر بس،
طماطم، عندي طماطم شيري ما عنديش، هستخدم طماطمايه مثلا هقطعها مكعبات صغيره، يعني كل الحاجات دي على حسب ما انتوا حابين. عندي شويه مشروم فريش موجودين، حابين مثلا تشيلوا المشروم تعملوها من غير مشروم، يعني الحاجات دي على حسب ما انتوا تحبوا او على حسب الحاجات اللي موجوده عندكم في البيت. انا دايما الوصفه يعني بحدد الوصفه اللي انا هعملها بالحاجات اللي موجوده عندي في البيت، مش معظم يعني معظم الوقت مش بشتري حاجات مخصوص لوصفه معينه، بشوف عندي ايه في البيت وببدا ان انا اعمل عليها. طب لو انا مثلا ما عنديش فلفل الوان، ما عنديش طماطم شيري، ببدلهم على طول باللي موجود عندي. فده طبعا ما فيهوش كلام، قلناه كتير طبعا وانتم عارفينه وحافظينه، وما عندناش مشكله خالص في الموضوع ده. انا دلوقتي هشوح كده بصوا الفراخ من الناحيه دي، وهقوم بصوا قلباها الناحيه الثانيه كده عشان ايه اديها مارك من الناحيه الثانيه اهو، الناحيه الثانيه قصدي كده عشان تبقى مربعات يعني، مش قصدي. مميز صباح الفل. صباح الفل يا ميس، عامله ايه حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله دايما يا رب، دايما يا حبيبتي. تسلم ايدك والله على الوصفه بتاعتك. الله يخليكي، الله يخليكي. تسلم، دي جميله جدا. تسلمي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. انا هجربها احسن من الحله يعني. احسن جربي كده وقولي لي طعمها حلو جدا، وكمان يعني خلاص بتحضريها بس وبتقومي مدخلاها على طول الكيس الحراري، بتبقى حلوه قوي، بتبقى حلوه قوي في التقديم كمان لو هتفتحوا الكيس الحراري على السفره يعني، فبتبقى لطيفه قوي كمان. جميله والله، كل حاجه جميله من ايد حضرتك. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي. ان شاء الله هجربها وتطلع جميله. حبيبتي الله يخليكي، تسلمي. شكرا يا حبيبتي. صباحك زي الفل يا مومي. بصوا انا عايزه بقى ايه اديها تشويحه كده بالشكل ده اهو، واقوم مديها الناحيه الثانيه اهو. بصوا انا كده تمام جدا، اديتها كده التشويحه دي، برضو هشوحها من الناحيه الثانيه، وهحط لها شويه ميه بسيطه بعد ما تشوح عشان عايزه اسوي الفراخ. ممكن حتى الخطوه بتاعت الميه دي اودي الفراخ الناحيه الثانيه او احطها في طاسه ثانيه عشان اسيبها تستوي لحد ما اخلص انا بقيه الوصفه في نفس الطاسه. انا عايزه اشتغل في نفس الطاسه، تمام؟ فانتوا ممكن تسووا الفراخ تحطوا لها شويه ميه، وبعد كده تقوموا ايه عاملين ايه يعني بعد ما تخلصوها والميه تتشرب فيها ربع كوبايه ميه، تقوموا مطلعينها على طبق بعد ما الفراخ تستوي. فانا الخطوه دي يعني خلاص انا شديتها تشويحه كده من ناحيتين، هقوم حطاها كده تمام على طاسه ثانيه اهو، واحط لها شويه ميه كده، وهسيب الفراخ عندي تستوي. تمام، احط لها بس شويه فلفل اسود ثاني اهو، شويه ملح، وهكمل سواها في الطاسه الثانيه. انتوا في البيت مش محتاجين تعملوا الموضوع ده، اعملوها في نفس الطاسه، خلصوا تسويه الفراخ وطلعوه على طبق وكملوا في نفس الطاسه. عندي شويه زيت كده، بما ان احنا بقى خلاص اشتغلنا هنا فهنشتغل كله في نفس الجريل. عندي مشروم، هبدا بقى ايه ادي تشويحه كده للمشروم، ومع المشروم هحط شويه ثوم كده، هدي تشويحه كده للمشروم والثوم مع بعض، مع في نفس الطاسه بقى اللي احنا حمرنا فيها الفراخ بالبهاريز بتاعت الفراخ بالكلام ده كله. معانا شمس. الو، ازيك يا شمس، عامله ايه؟ صباح الفل. الحمد لله، دايما يا حبيبتي جدا. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي، ربنا يخليكي، تسلمي لي يا شمس. انت معانا؟ الو، انا معاكي حبيبتي. ألو؟ انا معاكي. الو، صباحك زي الفل، انا سامعاكي، انت سامعاني ولا ايه؟ انا بحب حضرتك جدا. الله يخليكي حبيبتي، تسلميلي، تسلميلي حبيبتي. انا لو سمحتي كنت عايزه اعرف طريقه الشاورما. حاضر، عينيا، حاضر. بصي شكرا. احنا بكره او بعده يعني، احنا الاسبوع ده بكره او بعده عاملين شاورما وعاملينها فطيره كده، فخليكي يعني اتفرجي معانا احسن واحنا بنعملها عملي يعني. تمام؟ ماشي، اوكي. ماشي حبيبتي، صباحك زي الفل. بصوا شوحت، الله يخليكي يا حبيبتي، شوحت المشروم كده، هبدا ان انا ايه حطيته على جنب، وهبدا ان انا اشوح البصل. يا جماعه لو ما عندكوش جريل اشتغلوا في طاسه عادي خالص، صينيه، اي حاجه ما فيش مشكله خالص. تمام، هبدا بقى اشوح ادي تشويحه كده للبصل اهو، كل كده ايه هشوح الحاجات دي بالتدريج كده، وهقوم برضو حاطه معاها الفلفل الالوان اهو، شوح بس البصل كده افرطه كده من بعض
في نفس الجريل او الطاسه اللي انا بقى مسويه ومحمره فيها الفراخ. انا خدتوا بالكم، لو خدتوا بالكم انا الفراخ ما حطيتلهاش اي بهارات خالص غير ملح وفلفل والزبده اللي انا شوحت فيها الفراخ بس كده، زبده وملح وفلفل، ما حطيتش اي بهار تاني لان انا عايزه طعم المشروم والكريمه والجبنه والطماطم، هو ده الطعم اللي انا عايزه احس بيه، طعم الحاجات الاصليه بتاعه الوصفه اللي انا مستخدماها اهو. تعالوا بقى ايه، هبدا احط معاهم الفلفل الالوان بالشكل ده كده، وهبدا برضو اشوح كل الكلام ده، وبرضو البهارات اللي انا هحطها اللي هي الملح والفلفل، مش هحط اكتر من كده. هوسع كده جزء كده واحط كمان معاه الطماطم، طماطم الشيري، بشوح كده كل الكلام ده مع بعض. هبدا احط شويه فلفل اسود، شويه ملح، وممكن مكعب مرقه برضو، او المرقه اللي هي الفوريه دي برضو تقدروا ان انتوا تحطوها لو انتوا حابين. تمام، انا هبدا كده ايه اشوح بقى كل الكلام ده كده مع بعض. حابين برضو تحطوا شويه زعتر يمشي، يعني انا دايما وانا شغاله كده بقول لكم ايه الحاجات اللي تمشي مع بعض. هدي بقى تقليبه لكل الكلام ده كده مع بعض اهو بالشكل ده، وهقوم حط عليهم عصير الليمون، عندي عصير ليمون، هبدا اشوح كده بصوا كله مع بعض بالشكل ده اهو، كله بصوا بيبتدي الخضار يدبل كده. هحط عليهم شويه عصير الليمون، عصير الليمون كمان هيطلع لي كل البهاريز بقى اللي من تحت دي، هتبدا تطلع وتتقلب مع الخضار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بصوا اهو الشكل ده كده. تمام، وهبدا بعد كده احط الكريمه. ما عنديش كريمه، مش هستخدم كريمه، او مش عايز استخدم كريمه، برش رش الدقيق كده او معلقه دقيق على المقدار ده كله وبستبدله بلبن، يعني على حسب بقى ما انتوا حابين اهو بالشكل ده كده. بقوم منزله كل مقدار اللي عندي، وبقوم ايه مدياله تقليبه كده. انا عايزه الصوص اللي فيها يبقى مش تقيل قوي، انا عايزاه خفيف شويه اهو، عايزه احس بطعم الخضار كده مع بقيه الصوص اهو. تمام، اديها يعني اقل من غلويه، وهبدا بعد كده ان انا احط عليها المكرونه، وهتبقى بالنسبه لي خلاص. طبعا هحط المكرونه في حاجه اكبر عشان دي مش هتكفي ان احنا نحط فيها المكرونه، ممكن في الاخر نقدمها تاني في الجريل، بس هنمكس المكرونه مع الخليط اللي احنا عاملينه هنا. عندي مكرونه شرايط مسلوقه بالشكل ده اهو، يعني ممكن حتى ناخد كميه اقل شويه عشان يا دوب يبقى على مقاس الجريل. مكرونه عندي مسلوقه بالشكل ده، هبدا ان انا افضي عليها كل الحاجات اللي في الجريل اللي احنا عملناهم مع بعض اهو. هبدا كده انزل كل الكلام ده اهو، وبعدين بعد ما اكسها هرجعها تاني الجريل اهو. هنزل كده كل المقدار اللي انا عندي ده، وهحط شويه ميه في الجريل عشان اخد كل البهاريز اللي موجوده في الجريل دي. ساره صباح الفل. صباح النور، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله دايما يا حبيبتي دايما. لو سمحتي بس انا كنت خدت مع حضرتك طريقه الكوكيز وعملته. تمام، كوكيز الشوكولاته صح؟ اه ايوه بالزبط. طلع معاكي حلو؟ انا بس فاح يعني بقت شكلها، يعني حطيته في الثلاجه بنفس الطريقه. تمام، بس الدقيق بتاعي كان دقيق كيك، هل هو ده السبب؟ هو ايه اللي حصل فيها؟ قولي لي ايه اللي حصل فيها، فرشت يعني ولا ايه؟ ايوه قوي فرشت. طب انت ممكن بعد ما حطيتيها في الثلاجه لما طلعتي شكلتيه بطلتيه زياده عن اللزوم؟ لا لا عملته كوا.
يبقى بصي انت كنت مزوده طب مقدار الزبده، اصل ده المقدار ده بتاع الزبده يبقى كده يا زايد يا اما كان محتاج يجمد في الثلاجه شويه بعد التشكيل. يعني هي دي الحاجات اللي بتخليه يعمل كده، لو هو ماسك في الثلاجه كده بعد التشكيل عمره ما هيفرش معاكي. طب وبالنسبه للدقيق يبقى مكور، نكور الكوكيز يعني ما نخليهاش مفروده، لان هي اصلا بتفرد من الزبده في البتاع، خليها كوره دايما عشان ما تديهاش مجال ان هي تفرد اكتر من اللازم. طب نوع الدقيق هل لو دقيق لا عادي يعني لو عادي. حتى دقيق كيك يعني ما فيش مشكله، مش هيعمل مش هو السبب يعني في ان الدنيا تفرش. السبب ان الدنيا تفرش ان الزبده ممكن زياده او المقدار نفسه كان محتاج يجمد شويه في التلاجة. دي الحاجه الوحيده اللي تخليه يعمل كده. ماشي شكرا ليكي، تعبتك معايا. عفوا اتفضلي. بصوا هنرجع بقى المكرونه كلها بالشكل ده بكل بقى الخضار بكل الحاجات دي، وهخفف الصوص شويه بشويه لبن او شويه ميه على حسب يعني ايه اللي موجود عندي. هديها كده ايه هخففه شويه عشان يبقى الصوص كريمي اكتر معايا اهو، شويه لبن او شويه ميه، وهبدا بقى ايه امكس كده المكرونه عندي في كل الصوص اللي موجود اهو بالشكل ده. نوزع كده المكرونه اهو بالشكل ده مع المشروم مع كل الخضار كده، وهبدا بقى اجيب الفراخ اللي عندي. عايزين بلانش يا اسلام. هبدا اجيب كده الفراخ اللي عندي واقوم مقطع الفراخ، انا عايزه بس اشوفها استوت ولا محتاجه لسه سوا. دي البلانش يا اسلام. انا كده المكرونه عندي خلصت، مجرد هقطع عليها الفراخ وهحطهم فوق الوش كده، واحط شويه جبنه شيدر كده فوق الوش او جبنه موتزاريلا بارميزان على حسب اللي موجود بقى طبعا عندكم، او لو مش حابين تضيفوا اصلا جبنه برضو براحتكم خالص. هبدا كده ايه اخرج الفراخ، هشوف كده محتاجه سوا تاني ولا لا، يعني سنه كمان، فانا هحط لها شويه ميه وهسيبها تكمل سوا لحد ما تكمل سوا. هنبدا ان احنا نقطعها، محتاجه لسه شويه سوا، احط لها شويه ميه واسيبها تستوي وخلاص. انا كده هرفع المكرونه من على النار، الكيس الحراري عندي في الفرن تمام، وهنعمل وصفه سهله جدا بعد طبعا ما نطلع فاصل. انا خلاص شلت المكرونه، الفراخ بتكمل سوا، الجبنه هحطها في الاخر خالص، والكيس الحراري بتاع الكبسه في الفرن قاعدين برضو بيستووا كده مع بعض تمام. وقبل ما نطلع فاصل تعالوا نجاوب سريعا على الوزه ال 4 كيلو. اول حاجه هتجيبي حله كبيره حجمها كبير، وتحطي فيها معلقه سمنه صغيره، وتحطي فيها حبهان ورق لورا ومستكه وعود قرفه، وكل الكلام ده هتقومي مشوحه جايبه الوزايه كده بعد طبعا ما تغسليها كويس جدا والكلام ده كله، بتقومي بملح ودقيق والكلام ده كله، وتنشفيها كويس قوي من اي سوائل، لازم تصفيها كده حبه كده، تنزل كل السوائل اللي فيها وتكملي تنشيف بمناديل مطبخ اللي هي التخينه دي. وبعد كده بتقومي جايبه الحله الكبيره حاطه فيها معلقه سمنه، حبهان ورق لورا، مستكه وعود قرفه، وحاطه الوزه تقعد تتشوح كده معاها، هتضيع اي زفاره. اولا لو في ريحه الحاجات العطريه اللي احنا حاطينها، الحبهان والمستكه ورق اللورا والقرفه والكلام ده، بتخلي ريحتها فله، بتخليها زي الفل. دي تركيه انا حتى بعملها في البط، يعني على طول بعملها، بقوم مشوحاها من كل الجوانب كده زي ما هي، بتخلي ريحتها حلوه جدا، وانت بتحمريها هتشمي الريحه بتاعه الحاجات العطريه اللي انت حطاها. وبعد كده هتقومي جايبه بصلايه متقطعه. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وهنعمل مهلبيه الرمان. هنعمل مهلبيه بالرمان حلوه جدا وبسيطه وسهله، تعالوا نشوف مقاديرها ايه ونشتغل فيها مع بعض. عندي مهلبيه الرمان محتاجه لتر من اللبن، وعندي معلقتين كبار من السكر، وحليب مكثف. طبعا عملناه كتير جدا مع بعض بطريقتين، عملناه باللبن والسكر وعملناه بكذا طريقه تمام.
وعندي 4 معالق كبار من النشا، عايزه الخلاط يا اسلام طلعه لي، و5 معالق صغيره من الشوكولاته المبشوره، وعندي للتزيين عندي شوكولاته بيضه وحبوب رمان. هقول تاني المقادير، عندي لتر من اللبن، وعندي كمان 2 معالق كبار من السكر ولبن مكثف، وعندي 4 معالق من النشا، و5 معالق من الشوكولاته البيضة المبشوره، وللتزيين شوكولاته بيضة وحبوب رمان. تمام، تعالوا كده ايه، هحط شويه رمان مع اللبن، هضربه في الخلاط كده. تمام اهو كده، يلا هنبدا بقى ايه، نضرب ضربه استعجل على انه يشتغل. هنبدا بقى ايه، نضرب كده شويه. سامعاك اهو كده، نبدا نحط شويه رمان، وهنضرب كده كل ده مع بعض. وهنضرب معاه النشا كمان والسكر، ونضرب كده. لام لام، طلع لي يلا الكفته. الخليط ده بقى هحطه على النار. يلا اسلام اغرف لنا كده الكبسة عشان الوقت، وهبدأ اقلبه من وقت للتاني عشان يتقل وياخد القوام المظبوط. تمام، طيب عندي كده هحط بقى، وانا جوه كده هحط شوية شوكولاتة بيضة اهو، 5 6 معالق كده بالشكل ده، وهحط عليهم كمان اللبن المكثف، وهبدأ اقلب كل الكلام ده مع بعض. هقلبه مع بعض لحد ما يبقى قوامه كويس جدا. شلي بس دول الاول اسلام معلش اهو. هفضل اقلب لحد ما القوام عندي يبقى كريمي خالص. هطلع بس الفراخ دي كمان. هفضل اقلب بقى المهلبيه عندي لحد ما القوام يبقى كريمي خالص. الخلاط يا اسلام، شيلي الخلاط بعد اذنك اهو كده. النشا يربط ولحد ما يوصل للقوام اللي انا عايزاه. مقادير كلها تعتبر على بعض، مفيش اي تكنيك في الموضوع. حطيت شويه رمان مع شويه اللبن عشان اعمل بيهم عصير رمان. حابين تصفوه، انا بصراحه ما بحبش اصفيه، انا بحب احطه كده زي ما هو اهو. وحطيت معاهم النشا، وحطيت الحليب المكثف، وحطيت شويه شوكولاته بيضه لحد ما يديني القوام اللي انا عايزاه. لحد كده ما يتقل، تعالوا ايه، هقطع الفراخ. شلت البلانشا اهو، هقطعها هنا. تمام، لحد كده ما يتقل، ونفضل نقلبهم من وقت للتاني. هجيب كده ايه الفراخ اللي عندي عشان اقطعها واحطها على المكرونه. نجيب سكينه ونبدا نقطع الفراخ اهو. هقطع كده الفراخ شرايح، طبعا بسيبها تهدى شويه، بس احنا عشان ايه وقتنا، هبدا ان انا ايه اقطعهم بالشكل ده اهو، وبقوم حطاها زي ما هو كده في الفراخ اهو بالشكل ده اهو. الصدر التاني اهو، بصوا الشرايح بقى زي ما انتوا حابين. طبعا حابين بقى تزودوا الفراخ تقللوها على حسب ما انتوا برضو حابين. سكينة تانية عشان السكينة دي باردة شوية اهو.
بالشكل ده لحد ما الفراخ كلها تتقطع بالشرايح اللي احنا عايزينها. يلا بينا نحط الفراخ كده. هبدأ ارش عليها شوية جبنة، وده طبعا اختياري. الايه قولي؟ ماشي يلا اسلام بعد اذنك. نقلب. بصوا المهلبية ابتدت اهي تربط، شايفين؟ انا هحطها بقى بايركس كلها كده على بعض، وهبدأ بعد كده ازينها بالشوكولاتة البيضة والرمان. حابين تعملوها في كاسات ينفع، حابين تخلوها قطع يعني في صينية واحدة كده برضو ينفع. انا النهاردة هعملها في بايركس واحد. يلا اسلام. الايه؟ احنا محتاجين دقيقة بس تربط دي عشان يعني ما تبقاش سايبة كده بس واحنا بنحطها. تمام. بصوا الكبسة طلعت. بص شايفين بقى الرز عامل ازاي والفراخ كله دايب. بصوا الرز مستوي ازاي في منتهى الجمال. بصوا بجد من الوصفات الحلوة جدا اللي انتوا هتحبوها. مهلبية يعني فاضل لها دقيقة بالظبط عشان النشا يربط معايا. هو البوتاجاز فصل. احنا كده النهارده عملنا ايه؟ عملنا الفراخ فيتوتشيني، عملناها الفريدو كده بطريقه مختلفه، وعملنا كمان الكبسه بتاعه الكيس الحراري برضو طريقه وصفه حلوه جدا يعني يا ريت تجربوها. واستغلينا ان احنا اليومين دول في رمان بقى، وعملنا مهلبيه الرمان برضو بطريقه سهله وبسيطه. انا كل اللي هعمله ان هستنى لما دي تاخد قوامها، وبعدين هحطه في البايركس وهزين بشويه رمان وشوكولاته بيضه، او هسيبها لما تبرد اهو. تعالوا بقى ايه، هنحطها كده ونسيبها تبرد خالص. مش هقدم دلوقتي الشوكولاته عليها والرمان لان مش هعرف طبعا اقدمها وهي لسه ما جمدتش كده. تمام. تعالوا بقى ايه نحطها. الشكل ده كده، وهنسيبها تبرد وبعدين نزينها. دي كده حلقتنا، يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها ان شاء الله. اشوفكم في يوم جديد وحلقه جديده من طبق طبق.